السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو مريم التونسي. بإذن الله النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع الفرخ، تمام؟ طريقة الفرخة والتحضين، عشان في ناس كتير سألتني عنها. بإذن الله هنعرفكم النهاردة إزاي نفرخ وإزاي نحضن وإيه المطلوب في التحضين وإزاي نوفق المواعيد مع بعضها، حمام الفرخ وحمام التحضين. كل حاجة إن شاء الله نعرفها بالتفصيل. يا ريت تتابع الفيديو للآخر، ويا ريت ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك على الفيديو، ولو عندك أي استفسار هتكتبه لي في التعليق. أولا يا جماعة، موضوع الفرخ ده عبارة عن إيه؟ الفرخ إن أنت تعمل إنتاج مكثف للحمام بتاعك. إزاي؟ يعني أنا عندي دلوقتي جوز الحمام اللي هو مثلا حمام الوزارة أو حمام الزينة، الحمام الغالي عامة اللي عندي، أنا عايز أفرخ منه. فطبعا الإنتاج الطبيعي ليا هيكون خلال الموسم هيبقى في حدود من 6 جواز زغليل ل7 تجواز زغليل، يعني من 6 عشوش ل7 عشوش، تمام؟ ده الطبيعي عند اي حد، على حسب النوع اللي انت مربيه طبعا في الانتاج بتاعه، اذا كان سريع ولا لا، باستثناء طبعا حمام الرومي او الروماني او الكينج بيكون الانتاج بتاعهم اقل شويه، واستثناء طبعا الحمام اللاحم مثلا بيكون الانتاج بتاعه اعلى شويه او اسرع شويه. فباذن الله النهارده هنعرف ازاي او عباره عن ايه موضوع التحضين وازاي نحضن. اولا انا دلوقتي مثلا عندي جوز مثلا نفاخ، تمام، وعندي هنا جوز حمام، كريسليات، جمعيات، استراليات، شقلباز، عندي اي حاجه، تمام. فالموضوع هيبقى عباره عن ايه؟ الموضوع عباره عن ان انا دلوقتي عايز اخلي جوز الحمام النفاخ ده يبيض في نفس الوقت اللي هيبيض فيه جوز الحمام الكريزلي اللي عندي، اللي انا هاخد الحصويتين بتوع ده احطهم تحت ده. طيب اهم حاجه لازم يكون عندنا اكل كويس، كلفه نظيفه، فيتامينات، املاح معدنيه، نكون مش مخليين الحمام محتاج اي حاجه، تمام. الخطوه الثانيه بعد كده انا هدخل النتان النفاخ للدكر بتاعها. يبقى انا قبليها كان عندي النوتي كلها فين؟ في مصطبه. انا عندي مثلا مصطبه هنا احط فيها مثلا نتاية نفاخ ونتاية كريزلي ونتاية جماعيه ونتاية استرالي مثلا، يعني هاخد النتاية النفاخ ادخلها للدكر، يبقى هاخد النتاية الكريزلي ادخلها هنا للدكر، يبقى الدكوره واقفه زايفه على الاخر، الدكر واقف بيجعر في العين بتاعته مستني النتاية ان هي تخش، وفي نفس الوقت النتاية واقفه في المصطبه بتاعتها زايفة على دكر، تمام؟ وعندها عنقود البيت جاهز لأن هي تاخد دكر وتخصب وتبدأ معاك في وضع البيت. يبقى خلاص أنا خدت نتاية من هنا النفاخ دخلتها للدكر بتاعها في السلكة بتاعت الدكر. خدت نتاية الكريزلي في نفس اليوم رحت مدخلها في الباب التاني بتاع الدكر الكريزلي. تمام كده؟ إذا أنا هيبدأ معايا خلال من 10 أيام ل15 يوم هبص هلاقي النتاية النفاخ بدأت تعبي حصى وتحصي، والنتاية الكريزلي نفس النظام بدأت تعبي حصى وتحصي. إذا الاتنين هيحصوا في وقت متقارب، يعني هيحصوا مثلا 10 أيام و10 أيام 11 يوم و10 أيام 10 أيام و12 يوم 10 أيام و14 يوم مش هتفرق، تمام. أنت عندك النفاخ مثلا حصى، تمام، حصت أول حصوية، بنيجي إحنا طبعا عشان الحصوية ما تتكسرش بيبقى عندنا حصى بلاستيك زي ده بنجيبه من السوق او من عند اي حد بتاع مستلزمات طيور. اول ما تحص عندك اول حصوايه هتروح انت جاي شايل الحصوايه بتاعتها وتروح مديها الحصوايه البلاستيك دي. ليه بقى؟ هترقد وهتحص الحصوايه التانيه جنبيها. لو انت شلت الحصوايه انت منعت عن الحصوايه ان هي تتكسر، يعني الدكر مثلا بيكسر على النتاية، بيضرب النتاية، بينقر على النتاية، بيدوس في الطاجن هو والنتاية ما يكسروش الحصواية اللي هي بتاعتهم، تمام؟ عشان انت محتاجها ان انت تحضنها. خلاص حصوا الحصواية الأولى، تمام؟ بتستنى عليهم لما يحصوا الحصواية التانية. الحصواية التانية جت، بتشوف بقى عندك القص الكريزلي أو القص اللي انت هتحضن تحتيه. أنا قلت كريزلي لأن أنا مثلا حاطط هنا كريزلي، تمام؟ يبقى أنا عندي القص الكريزلي ده بجس النتاية لقيت النتاية عليها الحصواية، يبقى خلاص أنا بكرة أو بعده هيكون النتاية دي حصت الحصويتين، هاخد الحصويتين بتوع القص النفاخ أروح حاططهم على طول في الطاجن تحت القص الكريزلي، تمام. لقيت إن النتاية الكريزلي لسه أصلا ما حصتش وما عليهاش حصى، يعني مش معاد إن هي تحصي، طب أنا هعمل إيه؟ هروح واخد الحصويتين بتوعي، لو إحنا في الشتاء هاخد الحصويتين اللي هم بتوع النفاخ دول
لو احنا في الشتاء هركنهم في اي عين فاضيه، يعني عندي عين فاضيه مثلا زي دي فيها الادويه، اروح حاطط فيها الحصويتين لحد ما يبدا. تمام، ادي حصويه ثانيه اهي، حاطط الحصويتين كده لحد ما القص دوت يحصي، واروح حاطط له ايه الحصويتين بتوع النفاية. طيب القص ده حصه، يبقى احط الحصويتين تحتيه على طول. تمام كده، وبالورقه والقلم اروح جايب اجندتي. تمام، اجندتك لازم يكون عندك اجنده او كراسه او اي حاجه تكتب فيها المواعيد بتاعتك. تمام، يبقى انا كده اكتب عندي مثلا النهارده يوم مثلا 22/2. تمام، حصه مثلا القص النفاخ الحصويتين وحضنتهم تحت القص الكريسبي، خلاص كده يبقى انا كده عندي 18 يوم بالظبط والحصى ده يفقس معايا. يبقى انا كده عارف انا الحصى ده يفقس معايا يوم ايه، خلاص انا عارف القص الكريزلي ده عشان ما انساش هو تحتيه حصويتين النفاخ. يبقى انا بعد 18 يوم اروح ابص عليه، الحصويتين فكوا خير وبركه، ما فكوش هفتح ليهم او اسيبهم لتاني يوم وافتح ايه جزء من القشره عشان الزغلول يعرف يطلع وما يكبسش معايا. تمام، طيب دلوقتي انا حضنت الحصويتين هنا تحت الكريزلي، عايز اعرف اذا كان الحصويتين دولت فيهم تخصيب ولا لا، يعني اسيبهم لحد ما ال 18 يوم يعدوا يطلعوا بايظين وارميهم؟ ما هو ما ينفعش الكلام ده، يبقى انا كده هعطل نفسي على الفاضي. يبقى انا عندي الفلاش بتاع التليفون، احط الحصويه عليه واشوف بعد مثلا من 3 ايام لخمس ايام. احنا بنعرفها من 3 ايام لخمس ايام، ممكن انت لو الموضوع صعب عليك شويه يبقى تصبر مثلا لحد اسبوع او 10 ايام، وهتكشف على الحصويه كده في مكان ضلمه وتشوف جواها عروق دم ولا لا. تمام، والموضوع ده انا عامل له فيديو طريقه معرفه الحصى او معرفه اذا كان الحصى مخصب او لا، او بيض الحمام اذا كان مخصب او لا، بتعرفه من خلال فلاش التليفون، بتحط البيضه وتشوف اذا كان جواها عروق دم ولا لا. طيب جواها العروق دم يبقى هتسيبها زي الفل كده تحت القص التحضين لحد ما تخلص معاك المده، وكده ان شاء الله هتبقى الحصى مخصب وجاهز ان هو بعد 18 يوم يطلع لك الزغلولين. طيب لقيت حصوايه مخصبه وحصوايه مش مخصبه، يعني في حصوايه لقيت فيها عروق دم وحصوايه لقيتها رايقه، يبقى ناخد الحصوايه الرايقه نرميها ونحط مكانها الحصوايه البلاستيك. تمام كده؟ طيب احنا بعد ما حضنا الحصويتين هنا يوم ما حضناهم، القص النفاخ اللي انا بفرخه في دلوقتي تحتيه حاجه؟ مفيش تحتيه حاجه، احنا خدنا منه الحصويتين وسبناه. خلاص يبقى احنا خدنا الحصويتين من هنا حضناهم هنا، ناخد النتايه الجمعيه ندخلها للدكر الجمعيه، او ناخد نتاية استرالي ندخلها للدكر الاسترالي، ايا كان النتاية اللي انت عندك اللي انت ايه ملاقيها على دكر، اذا كان دكر استرالي دكر جمعيه دكر كريزلي ايا كان نتاية نوعها ايه مش هتفرق، انت كده كده على حسب نوع الحمام اللي عندك بتختار الحضان المناسب. طيب خدت انا النتاية دخلتها للدكر التاني، يبقى انا عندي النفاخ اللي انا خدت منه الحصويتين دول، يبقى انت هتعد له من 10 ل 15 يوم وهيبدا يحص معاك تاني. تمام كده، انت محضر منه حصويتين تحت كريزلي، هيبدا من 10 ل 15 يوم ويحص معاك تاني. اذا بعد ما عدى ال 15 يوم وحصى تاني او ال 10 ايام وحصى تاني، هو لو شغال معاك مظبوط هيشتغل معاك على 10 11 12 يوم، مش هيوصل ال 15 يعني. هتروح واخد الحصويتين برده نفس النظام، وتحت القص التاني اللي انت دخلت النتايه هيكون برده في نفس الوقت دوت زي ما عملنا في المرحله الاولى، هيحصل برده تاني في المرحله التانيه. هنعمل برده نفس الحكايه ونحضر الحصويتين. طيب التالت بقى هنعمل ايه؟ احنا خلاص خدنا الحصويتين التانيين من تحت النفاخ، هنروح واخدين النتاية التالتة الأخيرة، وهنروح جايين حاطينها للقص اللي هو ايه التحضين، يعني الدكر التحضين التاني اللي فاضل. طيب في نفس الوقت ده القص النفاخ زي ما هو، هو مع بعض لسه زي ما هو، احنا ما بنشيلش النتاية النفاخ من مكانها طول ما هي في أول 23، احنا كده كده مشغلينها ايه؟ تحصي و10 ايام او 15 يوم تحصي تاني، 10 ايام 15 يوم ثلاث مرات. تمام، يبقى انت عندك اول مره حضنت حصويتين، ثاني مره حضنت حصويتين، ثالث مره حضنت حصويتين، ليك ان انت تاخدهم تحضنهم تحت القص، وليك ان انت تسيبهم للقص الاهالي يحضنوه. ازاي؟ يعني انا ممكن اسيبهم للنفاخ يحضنهم، مفيش اي مشكله. تمام، بحيث ان القص يشتغل يبقى عنده فيه ينتج لبه وياكل، ويبقى فيه عمليه الحنيه اللي بتيجي من قص الحمام، او ان هو يتعود مثلا على تاكيل الزغاليل بتاعته. تمام كده، خلاص نفترض ان انا خدت الحصويتين دول وحضنتهم تحت القص الثالث اللي عندي، يبقى انا كده ما عنديش قصوص تحضين وعندي قص نفاخ ما فيش تحتيه حاجه.
ممكن اسيبه يحضن حصويتين ليه تاني، تمام؟ يبقى كده مثلا في خلال 40 او 50 يوم ادانا 3 عشوش حضناهم وتحتيه حصويتين بتوعه هو، نسيبه يحضنهم او ما نستناش عليه لما يحصي اصلا ونشيل النتان نعزلها ونبدا بقى نديها في الادويه اللازمه ليها زي فيتامينات، املاح معدنيه، سيلينيوم، راس خميره، اللهم صل على الكالسيوم، تمام؟ نديها كل اللي هي محتاجاه، نخلي النتايه تبقى واخده راحتها على الاخر وتاكل وتتغذى وتظبط نفسها لمده مثلا 15 يوم او 20 يوم لحد ما الثلاث اسس اللي عندنا يطلعوا زغاليلهم ويبداوا يفطموا ويبداوا ان هم هيبداوا ينتجوا من الاول وجديد بعد ما فطموا الزغاليل بتاعتهم هيبداوا يبيضوا، نعزل النوتي كلها في المصطبه تاني ونرجع نتايه النفاخ لدكارها ونرجع نتايه لدكارها. يبقى كده بعد العشر ايام هناخد من هنا نحط هنا والموضوع سهل جدا وهنتعود عليه مع الاستمرار فيه. وهتلاقي طبعا عندك انت عندك عش 2 3 4 هتلاقي عندك مثلا طلع عندك 4 عشوش زغاليل من النوع اللي انت مربيه. انا مثلا اتكلمت عن النفاخ عشان انا مربي النفاخ، اللي مربي غزار هيبقى نفس النظام، اللي مربي هزاز نفس النظام، اللي مربي نمس نفس النظام، هيبقى طالع عندك مثلا من 3 ل 4 عشوش خلال 50 يوم مثلا اللي هو خلال شهرين حتى، تمام؟ يبقى انت خلال الشهرين هتطلع 3 4 عشوش، 3 4 عشوش دول قادر ان انت تبيع منهم زياداتك، قادر تخلي منهم لنفسك حاجه كويسه اللي هي اللي انت بترتقي مثلا الحمامه اللي عاجباك او الحاجه اللي طالعه فيها مميزات حلوه بتخليها لنفسك وتطلع الزيادات اللي عندك اللي انت مش محتاجها وتبدا بقى من هنا ان انت تعلي في المستويات بتاعتك وتجيب الحمامه اللي انت نفسك تجيبها. يا ريت اكون قدرت ان انا افيدكم بالموضوع دوت، ويا ريت اكون قدرت ان انا الخص لكم الكلام اللي بيتعمل في كذا حلقه ان احنا نعمله في حلقه واحده عشان في ناس كتير طلبت مني الموضوع ده وانا حابب ان انا فعلا اقدمه بالشكل اللي انا اتعلمته عليه او بالشكل اللي انا بعمله بيه عشان اقدر اوصل لك المعلومه بشكل مبسط وسهل وتقدر تستفيد منها بدون اي مشكله او بدون اي صعوبه او بدون ما تحس ان الموضوع غريب عليك، تمام؟ الموضوع هيبقى سهل جدا، جرب بنفسك وهتعمل الكلام ده كله وان شاء الله هستنى منك دعوه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.